بتستخدم المحمول بقالك قد ايه؟ من ساعة ما طلع يعني، انا حجزت في اتصالات من قبل ما تبتدي. يعني تمام. ايه رأيك في جودة المكالمات وسرعة النت؟ هو اليومين دول في شوية الدنيا بطيئة شوية والشبكة بتروح وتيجي. ليه تقريبا يعني بقى لها يومين؟ بقى لها يومين بس. انما قبل كده كانت لا لا كانت كويسة جدا. اكتر الاماكن اللي انت شايف ان بيحصل فيها وقوع للشبكة، انت بتتنقل اكيد في اماكن برضه بتبقى شويه ساعات الشبكه مش قويه جوه، زي يعني ممكن اماكن فيها مباني مسلح كتيره ساعات ما بتلقطش. طب مناطق ايه؟ في المطبعه في المعادي. تمام. بس في الشوارع الجانبيه عشان العماير هناك كبيره فساعات الشبكه بتبقى ضيقه. سمعت عن الفورجي؟ سمعت عن الفورجي. طيب انت غيرت شريحتك ولا لسه؟ لا لسه. حابب تغيرها؟ ان شاء الله بامر الله، هنشوف بس ما يبتدوا. في تسعيره الكروت بعد ضريبه القيمه المضافه؟ ما قلتش كتير يعني، سعرها كويس مناسب بالنسبه لك. مناسب؟ مناسبه يعني مش اسعار الخدمه حاليا مناسبه ولا مبالغ فيها؟ بالنسبه للنت والمكالمات يعني سعر الدقايق والباقات لا كويسه. شايفها مناسبه ولا؟ الباقات كويسه، انا بستخدم الباقه من 25 بتاعت النت بتقعد معايا كويس. طيب تستخدم اي شبكات في المحمول؟ اتصالات وايه تاني؟ فودافون. ايه رايك في خدمته؟ لا كويسه. خدمه كويسه معاك؟ تمام. هل في اي تهييس في السرعات سواء نت او مكالمات او كده؟ لا كله تمام، الجوده 100 100 سواء مكالمات او نت. تمام. ايه اكتر الاماكن اللي انت مثلا وانت فيها بتلاقي الشبكه معاك مش شغاله او مش كويسه؟ لا في الشوارع، في اغلبيه الشوارع اللي هي مثلا في الاماكن الشعبيه في الشوارع جوه، زي مثلا كرداسه صفت فيها بولاق كده، الحته ديت كده برضه بتبقى الشبكه فيها ضعيفه يعني. سمعت عن خدمه الفورجي يا ابو حميد؟ الايه؟ الفورجي اللي هي تكنولوجيا تسريع الانترنت. لا. خدمه طالعه جديده يعني من الشبكات. لا. حابب تجربها؟ ممكن اجربها بس لما اعرف الاول هي مميزاتها ايه؟ هي مميزاتها ان هي هيكون نت اسرع. تمام، هيبقى احسن. احسن بس هيبقى اغلى. ما طالما اغلى بس هتفيدك انت في الاخر، هتبقى بمصلحه جايه لك انت. ما عندكش مشكله ان انت تشترك فيها. طيب الحق بقى غير شريحتك، هم بداوا تغيير الشريحه على ايه؟ ايه على موبينيل؟ طب على كل الشبكات. تمام. طب ايه رايك في تسعيره الكروت الاخيره؟ هو التسعيره عامه يعني الشركه بتقول سعر والناس كلها بتبيع بسعر تاني اصلا. الباقات احسن. ايه الباقات احسن؟ الباقات احسن. طب انت شايف ان الـ 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 الفلوس اللي بتدفع زياده دي، هل الخدمة بتساوي يعني الزيادة؟ ازاي؟ يعني بمعنى تستحق الزيادة؟ الخدمة تستحق الزيادة؟ يا تستحق بس برضو يعني هنا يعني مثلا احنا عندنا هنا في يعني الشعب بتاعنا احنا هنا بيخزن الحاجة عشان يعلي في السعر بتاعها اصلا، والحاجة تبقى موجودة عنده ويقول لك مش موجودة. شغال ايه يا استاذ اكرم؟ اتش ار في شركة استشارة قانونية. تمام. حضرتك بتستخدم المحمول بقالك قد ايه؟ بقالي حوالي 10 سنين. ايه رايك في جوده المكالمات وسرعه الانترنت؟ المكالمات بالنسبه لي كويسه لكن الانترنت احيانا واحيانا اخرى بيكون. حضرتك مشترك على شبكه ايه؟ على شبكه اورنج وعلى شبكه اتصالات. اورنج واتصالات الاثنين كويسين معاك في المكالمات بس في الانترنت مش احيانا. احيانا يعني في احيان برضه الدنيا واعده. احيانا الشبكه بتكون كويسه واحيانا كتيره بتكون ايه الاماكن او المناطق اللي بتبقى الشبكه واعده فيها بالنسبه لك؟ الاماكن او المناطق هي الاماكن المغلقه، يعني لما بكون قاعد مثلا في البيت او مثلا في مكان مقفول ما بتبقاش الشبكه بالكواليتي الكويسه. مناطق معينه طيب بتبقى الدنيا واقعه فيها خالص؟ لا، في ممكن لما سافرت البلد كان في الصعيد، كان في اسيوط، كنت مسافر عزا وكانت الشبكه حتى في المكالمات او في هي في القطر برضو بتبقى فاصله. بتبقى والمترو بتبقى فاصله واحيانا برضو، لكن المترو المكالمات بتبقى موجوده لكن النت بيبقى ساعات بيبقى الصعوبه شويه. حضرتك سمعت عن الفورجي؟ الفورجي طب ايه رايك فيها؟ لا لسه ما جربناهاش او لسه ما اتطبقتش يعني. ما هم قالوا المميزات بتاعتها وبداوا تغيير الشرايح، حضرتك ايه رايك فيها عامه لو قريت عنها؟ هي كويسه، هتزود سرعه الانترنت وهتخلي فيه يعني اوبشن وحاجات اكتر من اللي موجوده حاليا. انا عامل باقه. تمام. ما هو الباقه برضو ما هو تمنها غلي في لا ما غليتش قوي يعني، غليت حاجات بسيطه يعني. ما هو مثلا لو ب 40 هيبقى مثلا هتلاقيها ب 45 حاجه كده. ففي نفس يعني الزياده دي حضرتك شايف ان هي طفيفه مش لا مش مؤثره مش يعني مؤثرة. بالنسبه للمكالمات. طب شايف ان اسعار الخدمه تستحق
بالسعر ده؟ اه طبعا. الخدمه المقدمه بالسعر ده؟ اه طبعا. اه طبعا اه طبعا. ده اقل كمان. اقل اقل يعني. شوف الشركات دي دافعه ثمن الرخصه كام، يعني الرخصه عشان تاخدها كام، وعشان تعمل الابراج كام، وعشان الموظفين يشتغلوا كام. كل دي تكلفه على الشركه، ولازم برضو في الاول وفي الاخر هي بتعمل مشروع استثمار لازم تكسب. تمام. يكون فيها مش ربح برضو تكسبه. تمام. لكن هم لو قدموا الخدمه كويسه وال ما فيش مشكله. شغاله شبكه موبينيل وشبكه اتصالات، ما فيش مشكله في زياده الاسعار مقابل الخدمه. يعني هو انت بتقدم لي المنتج دلوقتي، بس لازم تقدم لي قدامه الجوده. فهتقدم لي قدامه سعر 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 مضاعف، بس قدم لي قدامه جوده كويسه. اما تقدم لي سعر مضاعف وقدامه جوده قليله، فده بالتالي هيبقى شيء سلبي للشركه. ايه اكتر الاماكن اللي انت بتشوف فيها وقول الشركه؟ ايه مثلا زي الارياف والطرق اللي هي مثلا طرق السفر اللي هو الطريق الصحراوي وكده، والاماكن المرتفعه. بستخدم بصراحه فودافون. فودافون بس؟ ما جربتش الشبكه؟ لا، في جربت اتصالات بس يعني هنا في القاهره كويسه طبعا، وموبينيل جربتها. بس هي عشان خاطر طبعا دايما اللي بنتعامل معاهم من زمايلنا واصحابنا وكده بيبقوا ايه، فودافون. فدايما الخط معايا يبقى فودافون. يعني ايه رايك في جوده المكالمات وسرعه النت في الفودافون؟ بصراحه سرعه النت مش كويسه. في المكالمات يعني على حسب الشبكه، على حسب المكان، لان في احيانا انت عارف الاماكن العاليه والعمارات بتغطي طبعا ايه الارسال. ايه الاماكن اللي انت شايف ان بيحصل فيها مشاكل في الشبكه سواء نت او مكالمات؟ بصراحه كمن انا طبعا انا كمني مش مقيم هنا، فما اقدرش. الاماكن اللي انت اتنقلت فيها وحاسس ان الشبكه يعني مثلا وحشة؟ الفندق اللي هو بتاع انديانا ده طبعا الشبكه فيه وحشه. يعني في فندق هنا اسمه انديانا هنا جنب بنك فيصل الاسلامي. اتمنى طبعا هو محدوف شويه، الشبكه فيه مش واصله كويس. طب وبلدكم؟ في بلدنا لا طبعا شبكه كويسه، لان انت عارف ان كل الشبكات سواء اتصالات او موبينيل او فودافون. لا بصراحه انا ما جربتش الاتصالات. والموبينيل فودافون كويسه، كويسين عندكم في البلد. مع ان الاتصالات فيها مشكله. والاتصالات برضو كويسه، في ناس بتستعملها كويسه يعني. سمعت عن خدمه الفورجي؟ لا. اللي هي تكنولوجيا تسريح الانترنت. لا انا كمان انا ما اشتركتش فيها، فمش هي لسه هي لسه هي لسه نازله خلال الفتره اللي جايه. حابب ان انت تغير شريحتك ليها ولا لا؟ هي مميزاتها ان هي سرعه نت بس بتكلفه اعلى. تمام، ما فيش مشكله. تستخدمي شبكات ايه يا فندم؟ معايا صراحه الثلاثه. الثلاثه بس موبينيل الوقت في الفتره دي وحشه جدا جدا جدا، سيئه لدرجه اتصلنا. لسه اسالك ايه رايك في الخدمه بتاعتها؟ وحشه في موبينيل. انما فودافون واتصالات كويسه يعني لحد ما. في مناطق معينه ولا في كل المناطق؟ يعني ايه المناطق اللي انت شايفه ان الشبكه بتاعها فيها هنا في القاهره؟ لا انا موبينيل كانت الاول في كل حته بتشتغل، دلوقتي لا مش شغاله خالص. طب فودافون في اي وقت؟ لا شغاله كويسين كل المناطق، ما فيش مشكله عندك في اي مناطق فيه. لا احيانا. حضرتك سمعت عن خدمه الفورجي؟ خدمه الفورجي لا، اللي هي خدمه تسريع الانترنت بس التكلفه اعلى. لا على الانترنت بس مقابل زياده يعني. تقريبا سمعت بس ما. طب انت حابه تغيري ليها ولا؟ لا يبقى حرام بقى، معلش يعني دلوقتي الهاله من كله. ايه رايك في تسعيره الكروت يا فندم بعد تطبيق قانون تكون مضافه؟ كتير قوي برضه، حرام. تمام. اسعار الخدمه مناسبه ولا مبالغ فيها؟ يعني شويه لحد ما شويه. تمام ماشي، متشكرين جدا. شكرا لحضرتك.